مشى عند الله هو ضاحك وهو تيحمد الله، ما كان عنده حتى شي حاجه، ما كانش مريض، كان بصحته، مشى فرمشت من العين كيف ما كان عايش. الحمد لله كان تيبغي الناس وكان تيبغيو الناس، ومشى ربي ما عذبوش، مشى في واحد السرور وفي واحد الموتى الله يعطيها لكل مسلم. سمعنا بلي كان كيوجد كتاب تاريخي يعني وداك، اي تيوجدوا كتاب ان شاء الله غادي نوقفوا عليه تيخرج، كتب فيه بزاف، مي خصو غير يتجمع ان شاء الله غنوقفوا عليه حنا باش يتجمع. تتكلم على الوداد؟ تيتكلم بزاف على الوداد وعلى شنو دار هو في الحياه ديالو، كاع المسار ديالو شنو، لا في الخدمه ديالو ولا كرجل امن ولا كرجل كمسير. الحمد لله الله يرحمه الله يرحمه. المغاربه كلهم فقدوا هذا الشخص، هذا ماشي غير العائله ديالو، شو تقول انت؟ هذاك اب الجميع، ماشي اب ديالي انا ولا ديال اب الجميع، ماشي تنقولها زعما باش هو براسو كان تيحسب راسو اب الجميع. شي من 10 سنين حتى ل 100 عام تيعطيه وقته ويفسر ليه ويعطيه الخاطر سبحان الله، كان عنده واحد الكرام في كل شيء، في الطبع ديالو، في كل شيء ليه الحمد لله. الحاجه ديالو ماشي ديالو؟ لا ما حتى حاجه ما ديالو الحمد لله، حتى حاجه ما كانت ديالو، كان قلبه شبعان وكان خصو عيما يعطي عيما يعلم لشي واحد، عيما ما عمره كانت عنده مع الماديات. اللحظات الاخيره من قبل، اللحظات الاخيره ديال المرحوم ما نقدش نقول لك، لان كان تيضحك، كان مزيان، كان تيهضر معانا دوا في التليفون، ما عنده حتى شي حاجه، حتى قلنا له بان لنا ماشي هو هذاك ياك لاباس، قال لك لا الحمد لله الحمد لله ما عندي شيء، قدامه الامانه امان الحمد لله. فرمشت من العين، فرمشت من العين، انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه ويوسع عليه، عزاءنا واحد، عزاءنا واحد، والله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه يا ربي، دعيوا معاه كاملين.